عشان ما يوجعش دماغنا. طيب لا بس هو بالمتر ده ما هو في لجنه هتنزل تقيم بالمتر. مساحه مش تقييم. هنحط ساعه مساحه الشقه في العقد بتاعها. طيب مش تمام. ما احنا كل لما بنقلل الروتين ونبعد عن اللجان صحيح كل ما بيكون احسن. صحيح. النقطه الثانيه. طيب. النقطه الثانيه لو انا طبقت حضرتك ان انا عندي 12 مليون وحده تانيين اللي هي في الاحياء الراقيه وفي المجتمعات الجديده وفي الساحل الشمالي وشرم والناس دي. تمام. دول 12 مليون وحده تقريبا يعني. يعني جبتوهم مثلا جبتوهم من زمالك معادي مصر الجديده كل ده كل ده مع بقى الساحل والمصايف مع الساحل والبحر الاحمر والمصايف وكل اللي انت 12 مليون وحده تقريبا تمام. يقلوا يزيدوا يعني ماشي. لسه مش تقريبا يعني. فانا اعتبرت حضرتك ان ال 12 مليون دول حضرتك حاسبنا بالمتر بس المتر بقى هنيجي نعمله ايه اعلى شويه واخد بال حضرتك. هيبقى المتر مثلا في الاحياء غير هيئه المجتمعات غير 6 اكتوبر غير العاشر غير بيتحط سعر المتر وعليه علاوه. تمام. سعر المتر وعليه علاوه. علاوه ايه بمعنى ايه حضرتك؟ ايه بقى العلاوه؟ انا اقول مثلا ابتدي مثلا بحته شقق غير فيلا الشقه غير الفيلا. تمام. الشقه بقى هيبقى مثلا في المدن الراقيه والاحياء الراقيه بنتكلم المتر في حدود من 4-5 جنيه رقم برضه مش كبير. فانت حضرتك على المتر فحضرتك لا بس ده رقم ثانيه واحده. يعني هي لو الشقه 200 لو الوحده السكنيه 200-250 متر مثلا 4 جنيه على المتر يبقى كام؟ حوالي 800 مثلا 900 في السنه. ده في السنه بس. ايوه 1000 جنيه في السنه. لا مش كتير برضه. خد بال حضرتك. طيب هنيجي على الفلل هنعمل حد ادنى للفلل 500 جنيه. تمام. حد اقصى 10000 جنيه ونحط المتر في الايه في الراوند ده. لا يعني طلعت لي سعر المتر من الفيلل ولا مازال موجود؟ لا سعر المتر موجود بس ليه حد في حد ادنى اوكي للفيلا 500 جنيه. ليه؟ لان خدمات الفيلا عندي بتكلفني اكتر بكتير قوي من خدمات العماره. يعني العماره واخد بال حضرتك في كتكلفه مرافق بتبقى ارخص لان بتبقى مجمعه وفي حته واحده. لكن في الفيلل بتبقى ايه بتكلفني ايه اغلى. سواء بقى في اللاندسكيب سواء في الميه سواء في الصرف الصحي كل ده بيبقى ايه اعلى. فلازم النسبه تبقى ايه اعلى. واخد بال حضرتك. فدي هيبتدي حد ادنى فيها في البدايه 5 جنيه على المتر. تمام. دول 6 مليون؟ كام؟ 5 جنيه على المتر. انا بقول لحضرتك لو كل مليون؟ كل متوقع انا بتكلم 12 مليون بس ما عندناش حصر بقى بالفيلل والحاجات الاعلى. لا ممكن هنجيبه يعني. طب والكومباوندز؟ شامل الكومباوند برضه. اوكي. الكومباوندز والفيلل انا بقول الفيلل حد ادنى ليها في السنه 500. تمام. ونحسبها بالمتر. فافرض حضرتك وصلت انا بقى دلوقتي لواحد عنده 1000 متر مباني. تمام. 1000 متر مباني هيدفع له مثلا 10 جنيه او 20 جنيه يبقى يدفع له كام؟ 20000 في السنه. ده بيدفع دلوقتي 60-70000 عشان تبقى عارف. جميل. طيب لو انا خدت ال 12 مليون وحده دول اوكي قلت دول هيجيبوا لي متوسط 2000 جنيه في السنه. 2000 الوحده. الوحده كلها. لان في لو من اول بقى 300 لغايه 10000. قلت بقى متوسط 2000. فاخدت متوسط 2000 جنيه معاك. اللي هو الحد الادنى. تمام. 2000 جنيه حضرتك في ال 12 مليون ب 24 مليار. تمام. 24 مليار و3 بقينا كام حضرتك؟ 27 مليار. تمام. في السنه الواحده. في السنه الواحده. بدل ال 2 مليار هم ايه؟ اللي بيحصلوا دلوقتي. طيب هاجي بقى حضرتك للخدمات. مصانع، اوتيلات. يعني انا عايز اتكلم مع حضرتك كمان على المباني الحكوميه. كله هيدفع، مفيش حاجه استثناء. كله هيدفع. الحكومه بتدفع دلوقتي؟ لا لازم تدفع. طبعا مفيش اعفاءات. حضرتك بصي. لا اذا كان الحكومه اللي واخده حاجات بايجار قديم لغايه دلوقتي تاخد مبنى قد كده ولا فيلا وبتاع تدفع فيه 10 جنيه في الشهر. ما هو حضرتك الحكومه، لا بقول لحضرتك حاجه تضحك في الضريبه العقاريه. شركة المية. شركة المية دي مملوكة للحكومة. تمام. بس شركة تبع قانون الاستثمار. بس هي مملوكة بالكامل للحكومة اللي بتعمل المية للناس. حضرتك في البحر الأحمر. طب ليه داخلة تبع قانون الاستثمار؟ شركة مساهمة مش حكومية 100% زي ما قول العرب. تمام. واخد بال حضرتك؟ طيب هي مملوكة لمين؟ للدولة. للدولة. حضرتك عارفة في البحر الأحمر فرضوا على محطات المية هناك ضريبة عقارية قد إيه؟ 21 مليون جنيه. حسبتها على تكلفة متر المية طلعت 3 جنيه ونص. سوري 30 قرش. هما بيبيعوا متر المية بجنيه 15 وبيدعموا بجنيه
وعايزين ندفع لهم 30,000 وبعت لهم وان يحجزوا عليه. تمام. دي شركه المياه، شركه المياه اللي بتودي المياه للناس، واخد بال حضرتك؟ يحجزوا عليها. ايوه انا بقول لحضرتك ده. هنشرب منين يا سياده النيل؟ طلب رئيس الوزراء عشان يقفل. هنشرب منين؟ انا بقى حضرتك شركه المياه دي بقول ايه، 21 مليون ده رقم مغالفي، لكن احنا ليه بقى؟ لان بيروح يقول له انت واخد حته على البحر، ما تحط التحليه على البحر، مت الارض هناك على البحر طبعا برقم كبير. طب فيقوم حاسب له ارقام كبيره جدا. فاحنا لو خدنا ال 21 مليون جنيه وخدنا شركه المياه بدل ما ندفع 21 مليون جنيه، ادفع مليون جنيه هتدفع، وفي الاخر تحميله قرش سهل. لكن لما نعجزها ونلاقي 21 مليون جنيه مش هتدفع. واللي بتكسب قد ايه اصلا يا فندم؟ ما هتدفع 21 مليون جنيه، ما احنا عارفين شركه المياه بتكسب. بقول لحضرتك، لكن حضرتك لما اقول مثلا 700,000 هتدفع. فالهدف ايه؟ ان ال 3 مليون دول حضرتك، 3 مليون منشاه، مصانع، شركات سياحه، ورش صغيره، مولات تجاريه، محطات بنزين، مستشفيات، مدارس، دول 3 مليون منشاه. لو انا اخدت متوسط بس 10,000 جنيه في السنه، اللي هو من اول بقى الواحد اللي هيدفع لي 1000 جنيه تمام لغايه اللي هيدفع مليون جنيه. متوسط متوسط 10,000 جنيه في ال 3 مليون منشاه هيدوني كام؟ 30 مليار. صح. ده اكبر بند يجيب لك فلوس. أيوه.